وانا جالس اقول لكم هالكلام تكونون حاضرين وش اللي راح يصير معنا في الفقره، عشان كذا دخلتكم. لكن لا تعتمدون ان اذا جيت متاخر بكره راح تدخل، خلاص تتاخر دقيقه زي ما قلنا بتطلع برا، زين؟ حطوا هالشيء في بالكم. فاللي راح يصير معنا انه غبت فقرتين ما حضرت، راح يكون الزامي عليك انك تحضر الاختبار بس بدون درجات، زين؟ ما حضرت الاختبار راح يخصم عليك غياب الفقره. حضرت فقرة وغبت فقرة راح تحضر الاختبار لكن بتاخذ نص الدرجة في حال انك فزت، ما راح تاخذ الدرجة كاملة. حضرت الفقرتين راح تاخذ الدرجة كاملة في الاختبار في حال انك فزت. واضح؟ نقاط الفقرة تحولت من 1000 نقطة الى 2000 نقطة. فالموضوع ترى جدي. الفقرة هذه قلت لكم قبل واقول لكم الحين، انا ممكن ادخلك ابراهيم وممكن تطلعك من ابراهيم، ما بسيطه. فشدوا حيلكم يا شباب واحرصوا واحرصوا احرصوا احرصوا، زين؟ يلا موفقين، يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه، يلا موفق، الله يحفظك. نظارتك جبر، الله يعافيك حبيبي.